Hello dear viewers and welcome to a new episode أهلا بكوا أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من بدميكو English course uh, في الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله we're gonna deal with some new material في معنا uh, بعض الـ Grammatical rules في معنا كمان new expressions new vocabulary and at the very beginning في البداية خالص we're gonna revise uh, um, what we have studied before احنا المرات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن التنسز الأزمنة وكنا قلنا ان التنسز في عندنا خدنا present simple the present continuous أو the present progressive وقلنا ان the present simple هو زمن بيتحدث عن كل ما هو ثابت في المضارع يبقى the present simple المضارع البسيط اللي هو ام فعل في المصدر اما فعل plus s e s or i e s مع هي وشي طبعا بيبقى s او e s او i e s بنضيفها لنهاية الفورب وده زمن بنستخدمه when we wanna talk about لما نيجي نتكلم عن ايه habits in the present عادات في المضارع كمان schedules أو schedules بالامريكان accent اللي هي جدول المواعيد وكمان facts الحقائق وآخر حاجة permanent situations المواقف الثابتة بننفي بدونت أو دازنت وبنعمل له question بدو أو دازنت بنستخدم معاه كمان بعض ال Uh, uh, adverse of frequency اللي هي ظروف التكرار دي لو حبينا نعبر عن مدى تكراري لعادة معينة ده بالنسبة لـ the present simple قال لنا في عندنا كمان the present progressive اللي هو المضارع المستمر أو the present continuous والـ present continuous أو المضارع المستمر بنعمله من am أو is or are والفعل ان جي بنستخدمه لما نيجي نتكلم عن Uh, actions happening now أحداث تقع الآن كمان ممكن نستخدمه when we wanna talk about future plans لما نيجي نتكلم عن future أو future arrangements ترتيبات مستقبلية بنستخدمه كمان we wanna talk about uh, temporary actions يعني temporary actions؟ يعني أحداث مؤقتة والأحداث المؤقتة هي عكس ما تم ذكره في ال present simple present <applause> simple أحداث يعني permanent ثابتة لكن present continuous أو present progressive اللي هو معانا اللي هو ار is اي verb ING نستخدمه when we wanna talk about temporary actions يعني أحداث مؤقتة يعني أنا لو قلت I لو أنا عايز أقول مثلاً أنا مقيم في أو قاعد في الغردقة لمدة أسبوع يبقى هقول I'm staying in هرجاده for a week لكن وده طبعا حاجه مؤقته I'm staying in Hargala for a week لكن لو انا هتكلم على ان انا مقيم في الغردقه او ان انا مقيم في القاهره بشكل ثابت فانا هقول I live in Cairo فهنا استخدمت present simple وليه استخدمت present simple لان الحدث permanent ثابت او في نسبه ثبات بنم في present continuous بوضع not بعد ما او وبنعمله في السؤال بتقديم أما ويزور على السبجكت على الفعل يعني he is he is مثلا reading هنقول is he reading طيب ده بالنسبة للـ the present uh, progressive كمان ممكن استخدم present progressive if I wanna express لو أنا عايز أعبر عن annoying a uh, situation أو if, if I wanna express annoyance لو أنا عايز أعبر عن المضايقة فأنا في الحالة دي ممكن أقول stop stop interrupting me you are always interrupting me أنت دايما بتقاطعني you are always interrupting me استخدمت هنا always في ال present progressive ودي من الحاجات اللي بتبقى شوية غريبة بالنسبة لكم إن أنا ممكن أستخدم ظروف التكرار وطبعا ممكن أستخدم always أو constantly في ال present progressive للتعبير عن المضايقة فأنت كتير مثلا بتقطعني فأنا بقول you are always interrupting me أنت كتير مثلا ب تكتب على الحيطان مثلا قول مثلا ليه الأطفال في البيت بقول لهم you are always writing on the wall تمام حد بيهدر بيهد فلوس أو بيضيع فلوس بقول له you are always wasting your money you are always wasting your money ده بال present continuous أو present progressive كمان قلنا أو اتكلمنا عن إزاي أسأل عن الوظائف أو أسأل عن الوظيفة قلنا ممكن أقول what's your job ما وظيفتك أو ممكن أقول what did you do? What are you? What's your profession? What's your occupation? What's your career? لكن ممكن أسأل على الحرفة وأقول what's your trade? كمان كلمنا عن الألوان وأخذنا مجموعة من الألوان وسألنا عن اللون ب what color is it? What's your favorite color? ما لونك المفضل؟ كمان أخذنا إزاي نسأل عن السعر وقلنا how much is it? How much are they للجمع؟ How much is it للمفرد؟ How much are they للجمع؟ كمان أخذنا إن how much ممكن أسأل بيها على الكمية لو جه بعدها كمية فبقول how much water do you have مثلا؟ how much money how much sugar؟ وهكذا، أوكي؟ okay. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لـ how much أخذنا مجموعة من المودلز الافعال الناقصه وهنكتب دلوقتي مع بعض المودلز وهنعرف بستخدمهم ازاي تعالوا كده تعالوا كده احنا نشوف نشوف كده المودلز اللي معانا في عندنا مودلز الافعال الناقصه models اللي هي الافعال الايه الناقصه طيب او المودل فيربز اللي هم مين المودلز او المودل فيرب اللي هما طبعا كان كان وي كود وشال وكمان شود وي ويل وود و may و might و must تمام ودول بنقول عليهم ايه مودلز في بقى حاجه اسمها سيمي مودلز مين هم السيمي مودلز السيمي مودلز اللي معانا في معانا طبعا من ضمن السيمي مودلز هاف تو و تو تو دول الايه سيمي مودلز خلينا نتكلم على المودلز الاول وبعدين نبقى نتكلم على السيمي مودلز اللي هم اشباه الافعال الناقصه مودلز اللي هم الافعال الناقصه سيمي مودلز اللي هم اشباه الافعال الناقصه طيب بيشتركوا في ايه بقى او هم ظروفهم ايه ايه اللي بيجمعهم طبعا اللي بيجمع المودلز ان هم كلهم بيجي بعدهم انفينيتيف يبقى المودلز وكمان السيمي مودلز بيجي بعدهم انفينيتيف فعل في المصدر طب الاول هم مودلز افعال ناقصه هما ناقصة يعني طبعا هما أفعال ناقصة لأن هما بيحتاجوا لفورب بعدهم. لأن هما ما ينفعش أقول الجملة بتاعتي بالشكل ده، ما ينفعش أقول كان طبعا معناها يستطيع، ما ينفعش أقول أي كان وأسكت مثلا. أي كان مثلا وأقول أي حاجة تانية مفيش فيها فيش فيرب بعد كده، يعني ممكن أحط كومبلمنت مثلا. أي كان إن مثلا in the sea مثلا. at the beach. اي اي كان in the beach uh, at او uh, in the sea. فطبعا انت محتاج فرب فعشان انا محتاج فرب فبنسميهم افعال ناقصه ان هم بيحتاجوا لفيرب بعدهم ما ينفعش الجمله بتاعتي تتم بدون فعل في المصدر بعد الافعال الناقصه طبعا ونسمي مودلز بيجي بعدهم فعل في المصدر تمام ايه اللي بيجمعهم او ايه الصفه اللي بتجمع المودلز كمان؟ قال لنا من الصفات اللي بتجمع المودلز كمان ان هم النيجاتيف بتاعهم بيكون بنقط، بحط بعدهم نقط، يعني كان تبقى كان نقط، ويل تبقى ويل نقط وهكذا. آه قال لنا ممكن اختصرهم. آه طبعا آه بالنسبه لي مودلز semi مودلز يعني شويه مختلفين عن المودلز. في ان النرف بتاعهم يعني بيكون مخل... يعني ما ينفعش احط نوت بعضهم يعني have to مثلا ما ينفعش اقول have not مثلا لا ب have to لو انا حبيت انفيها يعني طبعا هيبقى في فرق في المعنى شويه don't have to has to doesn't have to و had to didn't have to didn't have to ده بالنسبه للافعال الناقصه افعال الناقصه ليها استخدامات كتير جدا في الانجليش يعني انا لو قلت مثلا معبر عن الـ معبر عن القدره في المضارع فانا ممكن اقول اي كان اي كان بلاي ذا بيانو انا اقدر اعزف البيانو هقول الجمله كمان اي كان بلاي ذا بيانو انا استطيع ان اعزف البيانو تعالوا نكتب الجملة دي ونشوف أنا يعني هم فيها إزاي وهتصرف فيها إزاي يبقى الجملة اللي معانا اهي I I can play the piano I can play the piano الجملة بتاعتي في عندي model verb بجي بعد منه infinitive فعل في المصدر لو حبيت أن فيها هتبقى I cannot I can not وكمل I cannot play the piano طيب لو حبيت اختصرها قليلا ممكن اختصرها عادي cannot تبقى can't او can't can't bridge English وكانت American انجلش طب لو أنا حبيت أعملها سؤال ممكن أقول Can I ممكن أقول Can I play the piano Can I Can you ممكن أسألك أقول لك Can you yeah. تمام Play the piano تقدر أنت تعزف البيانو Can you play the piano طيب قال لنا اني كان كمان ممكن استخدمها للتعبير عن لما اجي اطلب لما اجي asking for permission فانا بطلب الاذن لشيء او بطلب شيء فانا ممكن اقول استخدم كان في صيغه السؤال يعني اقول لك can i can i use your mobile can i leave early ممكن امشي بدري can i leave early can i استخدمت كان أي للطلب المؤدب. ممكن استخدم may كمان، may I. may I leave early. May من ضمن المودلز زي ما احنا لسه كنا بنتكلم من شويه. فانا ممكن اقول كان أي وبعدين فعل في المصدر للطلب المؤدب وممكن استخدم مي I. وممكن استخدم كمان كُوُد اِي. يبقى الثلاثة دول استخدمهم للطلب المؤدب او for uh, uh, permission for polite request. تمام يعني لو انا عايز اعمل polite request طلب معذب او permission asking for permission طلب permission اذن فانا ممكن اقول لك can i use your mobile can i leave early ممكن امشي بدري could i could i open the window ولازم هنا قلت الكلام ده قبل كده آه لازم ادي آه 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 the right intonation تمام لازم اعمل اودي نبرة الصوت المناسبة the right intonation. لان انا قلت قبل كده انه انه اللانجوج اتس نوت بعض التراكيب انا ممكن اكون شاطر في الجرامر على فكره ومعنى ان انا شاطر في الجرامر معنى ان انا ممكن احط اعمل تراكيب رايت يعني سبجكت الاول واظبط الفيرب واعمل كل حاجه بس ده مش معناه ان انا وصلت لمرحله ان انا اكون يعني بيرفكت في اللانجوج طبعا هي لانجوج ات از ا مينز اوف كومينيكيشن هي وسيله اتصال ده الهدف منها يبقى يعني اللانجوج هي وسيله اتصال ممكن اكون بكتب كويس فانت هتعمل كومينيكيشن عن طريق الكتابه لكن using ذا spoken language مش هتكون انت يعني قادر انت تعمل السبوكين لانجويج كويس هتقولي ازاي ما انا بعمل استراكشر كويس يبقى اكيد اللي انا بكتبه كويس ولا هيتقال بس في حاجات في ناس كتير جدا بتغفلها وهي الانتونيشن نبره الكلام مينفعش ان انت تتكلم او تقول كلام يكون مينفعش ينفعش انت تتحدث لايك like زي الاله لازم كل حاجه تكون ماشيه بنبرة في رايزنج وفولينج انت تفرق ما بين الستيتمنت الجمله الخبريه وما بين الكواشن وما بين الاوردر كل الحاجات دي لازم تبان في الكلام بتاعك لازم في رايزنج وفولينج وده بنسميه ايه الرايزنج والفولينج الصعود والهبوط بدرجه الصوت ده بنسميه انتنيشن ما ينفعش تبقى تتكلم ستريت فورورد تبقى كله ماشي في خط مستقيم فلازم يبقى في حاجه اسمها انتونيشن مهمه جدا انتونيشن وتكلمنا برضو على لينكينج ذا انجلش ساوندز كلمات في الجمله بتاعتي لازم ترتبط اصواتها كل كل نهايه كلمه كل نهايه كلمه او كل نهايه صوت كل كلمة بتا... طبعا بتبتدي بصوت وبتنتهي بصوت كل النهايات بتاعت الكلمات بترتبط بالبدايات بتاعت الكلمات اللي بعدها وده بنسميه linking the sounds لازم اربط الاصوات ببعضها تمام ما ينفعش اقابل واحد اقول له نايس nice تو meet you لا انا بقول nice to meet you". ناست ميت ناست ناست فانا لو انتوا اخدتوا بالكم هتلاقوا ان الكلمات ارتبطت ببعضها فلازم يبقى في عندنا لينكينج ذا ساوندز ربط الاصوات لازم يبقى في عندنا انتنيشن نبره الكلام انا بشكر واحد فبقوله ايه؟ هقوله ايه؟ هقوله له ولا هقول له طبعا اكيد هقول له ثانك فانت عبرت عن الامتنان فلازم يبقى عشان تتكلم كويس أو تعمل communication كويس لازم تتقن كل جوانب اللغة سواء structure سواء uh, 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 stress سواء انتونيشن سواء linking sounds وهكذا أوكي okay. كل الحاجات دي مهمة إحنا اتكلمنا عن uh, asking for permission إزاي أنا بعمل, بعمل permission باستخدام كان وباستخدام كود وباستخدام may Can I use your mobile may I use your mobile بس الاكثر تادبا هما could و may may و could اكثر تادبا من كان تعالوا نرجع كده نشوف احنا كنا بنقول ايه طبعا هو عندنا هنا بيقول لنا have a nice trip have a nice trip okay ده بداية الشابتر بتاعنا have a nice trip uh, يعني ايه have a nice trip؟ طبعا انا لما باجي اتمنى لحد حاجة ممكن أقول له have a good day اتمنى لك يوما طيبا او يوما سعيدا have a good meal اتمنى لك ايه وجبة يعني جميلة uh, have a nice trip اتمنى لك رحلة ايه سعيدة طيب نايس طبعا بمعنى لطيف وتريب بمعنى ايه رحله قصيره يبقى تريب بمعنى رحله قصيره طيب حلو جدا تريب معنى رحله قصيره احيانا بستخدمها كفيرب صح ممكن استخدم تريب دي كفيرب كفعل اه بتيجي بمعنى يتكعبل زي سليب كده سليب بمعنى يتزحلق يبقى في عندنا trip وفي slip slip كده بمعنى يتزحلق وكمان slip ممكن استخدمها في التعبير ده slip of the tongue يعني slip of the tongue يعني زلة لسان وفي طبعا trip بمعنى ايه trip بمعنى رحلة قصيرة وبتيجي كمان trip بمعنى يتكعبل فكل دي معاني ل trip كل دي معاني لكلمة trip ممكن نستخدمها كايه كفعل ممكن استخدمها آه كاسم تريب ممكن تيجي بمعنى يتكعبل تمام وتريب بتيجي بمعنى رحله قصيره سليب طبعا سليب طبعا ممكن تيجي بمعنى زله لسان فانا ممكن اقول مثلا سليب اوف the tongue زله لسان وسليب كمان بتيجي بمعنى يزحلق كل الحاجات دي ناخد بالنا منها ان يعني ممكن الكلمات ممكن يبقى ليها اكثر من معنى. تعالوا نشوف كده مع بعض تشابتر uh, 5 بيقول لنا ايه. بيقول لنا هاف نايس تريب. اتمنى لك رحله سعيده. التوبكس اللي معانا بيقول لنا travel plans travel plans خطط للسفر. وفي عندنا الكالندر، calendar. Calendar, uh, كالندر هي النتيجه. وفيها days of the week أيام الأسبوع و months of the year وشهور السنة و dates التواريخ وهنقف عند dates لحظة date طبعا بمعنى تاريخ و كمان بتيجي بمعنى آه ميعاد غرامي و كمان بتيجي بمعنى بلحة فكل دي معاني لديت يبقى date آه تاريخ date آه ميعاد غرامي وديت كمان بمعنى بلح فانا مثلا ممكن اقول لك ايه I have a date today. يعني I have a date today. أنا عندي معاد النهاردة. تمام. With my girlfriend. مثلاً. فده بالنسبة لي ديت. في معنا كمان talking about calendar. وأخذنا كمان في عندنا seasons اللي هي فصول السنة. وفي عندنا weather اللي هو الايه الطقس. الطقس او المناخ في عندنا طقس او مناخ والويذر uh, وانا بسال عن الويذر باستخدام بالسؤال اللي هو واتس uh, ذا uh, weather لايك like? يعني ممكن اسال اول واتس ذا ويذر لايك توداي ما هي حاله الجو النهارده نكتب السؤال ده مع بعض واتس The weather like today What's the weather like today? ما هي حالة الجو النهاردة؟ وممكن نقول How is the weather? How, how, how is the weather? سواء how the weather or uh, what's the weather like today كل دي حاجات ممكن استخدمها لما اجي اسأل على ايه على حالة الجو تمام طيب احنا معانا بعد كده احنا نبص على الشاشة بيقول لنا it's raining cats and dogs ده في اعلى الشاشة وعلى الصفحة فوق بيقول لنا it's raining cats and dogs ودي من ضمن التعبيرات أو الأيديومز اللي هي ممكن أستخدمها في التعبير عن بعض الأشياء. يعني إيه يعني it's raining cats and dogs. أنا بداية قلت إن هي إيدي واحدة من الأيديومز. يعني إيه إيديوم هو الإيديوم عبارة عن expression. ولكن expression من نوع خاص. تعبير من نوع خاص. you cannot predict its meaning. لا يمكنك أن تتنبأ بمعنى by knowing the meaning of the individual words ما ينفعش ان انا اعرف معناه بان انا اعرف معاني الكلمات فقط يعني انا مثلا لو قلت لك it is a piece of cake هتقولي هقول لك مثلا the exam today is a piece of cake الامتحان النهارده is a piece of cake A piece of cake فانت هتقول لي امتحان النهارده قطعة كيك ايه الكلام ده؟ كلام مش راكب مع بعض. هقول لك A piece of cake is an idiom هو idiom أو idiomatic expression هو تعبير اصطلاحي. يعني ايه تعبير اصطلاحي؟ يعني هو اصطلح عليه الناس ان هو كده، هو معناه كده، هو شكله كده. آه ربما لا يمكن ان انا اطبق عليه قاعده او اترجمه بشكل ما بصوره ما ما ينفعش اترجمه literally حرفيا ما ينفعش اترجمه word by word ولكني لازم ابقى عارف الميننج بتاع هذا التعبير الاصطلاحي فمثلا a piece of cake قلنا ان هي ممكن يبقى معنى طبعا a piece of cake is easy معناها ايزي سهل هل انا قلت the exam is a piece of cake فالامتحان سهل ليه بقى ما ترجمتهاش حرفيا لان ده idiomatic expression تعبير اصطلاحي من ضمن التعبيرات الاصطلاحية لما اقول لك مثلا it's raining cats and dogs هي بتمطر قطط وكلاب في سما بتمطر قطط وكلاب ما فيش سما بتمطر قطط وكلاب ولا حاجه ولكن ده تعبير عن غزاره الايه المطر it's raining cats and dogs يعني معناها ان هي it's raining heavily بتمطر يعني بشده. خلاص؟ نكتب التعبير اللي هو it's raining cats and dogs آآ آآ ده طبعا تعبير اصطلاحي. وبمناسبه الكلاب فممكن استخدم كلمه dog

تمام love my dog with me مهم. ترجمتها ايه بقى I love me love my dog with me اه ترجمتها من احبني احب كلبي معي يعني ايه برضو مش فاهم يعني ايه من احبني يعني احب كلبي معي طبعا احنا عارفين انه انه الاجانب الثقافه بتاعتهم مختلفه عن الثقافه بتاعتنا شوي الثقافه مختلفه في فرق اختلاف الثقافات يعني في بعض حاجات احنا عندنا بنؤمن بيها وما بيؤمنوا بحاجه تانية في عندنا رؤيه لبعض اشياء من رؤيه هناك بتبقى مختلفه وده طبعا بيظهر في اللانجوج طيب يعني مثلاً أنا لو حبيت أعبر عن مثلا حاجة بتريحني وبتريح قلبي فأنا أقول ات باللغة العربية مثلا أقول أثلج صدري صح كده؟ باللغة العربية أقول أثلج صدري لو أنا عايز أقول الحاجة دي كانت يعني بواقع ال شيء طيب عليا كان ليها اثر طيب جدا عليا خلاني مبسوط وسعيد فانا ممكن اقول اثلج صدري خبر ده اثلج صدري جاي من الثلج لان احنا عندنا في البيئه بتاعتنا انه لما بيكون الجو آآ آآ بارد فده شيء جميل كلنا طبعا بننزل نتزحلق في لما الدنيا بتمطر ونبقى مبسوطين قوي لما الدنيا بتمطر يعني والدنيا تبقى ساقعه نبقى حاسين ان احنا في اوروبا وهكذا لكن في اوروبا الجو طول السنه حر، ساعة جو طول السنه ساعة فلما بتمطر بتبقى يعني زي ما بيقولوا بالبلدي الطينه زادت بله يعني، يعني الدنيا بقت انيل يعني، يعني ساعة ومطره ده احنا نفسنا نشوف شمس يعني. فهناك لما يكون الانسان سعيد ومبسوط بيقول لك ايه؟ ات warmed لو هيتكلم عن حاجه يعني اسعدته يعني، يقول لك it warmed my heart يعني warm warm يعني أدفأ قلبي it warmed my heart لكن عندنا في العربي أثلج صدري شوفوا الفرق فده فرق طبعا بسبب الثقافة بتاعت كل شعب بكل دولة ودي هو مختلف فبيختلف ثقافة مدام مختلفة فالتعبير بيبقى مختلف في من لغة للثانية. احنا عندنا آه يعني موضوع الكلاب وتربيه الكلاب شيء يعني شويه حديث عليه على المجتمع بتاعنا يعني حد يقول لي طب ما احنا بنربي كلاب اقول لك اه بس حاجه يعني جديده على المجتمع بتاعنا لكن تعالى بقى شوف الكلاب بره يعني هما بيربوها وبتاع ومؤمنين بلا 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 وحاجات كتير كده خاصه بالحيوان يعني طيب فهم لما يجي مثلا واحد شاف مثلا كلب مثلا جاك في الشارع مثلا فمسك كلب جاك وقعد يبوس فيه مثلا فده اه يبقى ده بيحب جاك نفسه اصلا. ده, ده ده معنى المثل يعني لاف مي لاف ماي دوج وذ مي يعني معنى كده ان الشخص ده يعني آآ 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 لديه موده تجاه جاك ما دام بيعطف على الكلب بتاعه يبقى هو يعني بيحب جاك. شاف كلب مثلا سالي في الشارع واخد كلب سالي بالحضن فده يعني معناه انه هو يعني بيحب سالي أه أه طبعا ده مش موجود يعني موجود عندنا في الثقافه بتاعتنا بس بشكل اخر يعني تمام أه أه فيجي يقول لك مثلا ايه لاجل الورد ينسي ينسي العلي يعني يعني بص كده عشان انت بتحب الورد فممكن تسأل يعني عشان الحاجة الحلوة عشان انت في حاجة حلوة بتحبها فبتضطر ان انت يعني تحب معاها حاجات وحشة حواليها تمام طيب. ده الفرق في ثقافة I love me love my dog with me من احباني حبة أحب كلبي معي من احباني حبة كلبي معي يعني ايه يعني مش فاهم يعني لو انت مثلا بتحب حد اكيد اللي حواليها تحبه ده معنى الموضوع خلاص بس هما في الثقافة الإنجليزية يقول لك love me love my dog with me احفظوها واعرفوا معنى مش لازم يبقى كلب يعني. آه تعالوا نشوف كده it's raining cats and dogs وبعدين بيديني ايه بيديني آه conversation ما بين بيتر وكارلا تمام وعنوان ال conversation talking about travel plans الحديث عن خطط السفر. بيتر uh, بيقول هاي كارلا هاو ار انت عامله ايه وخدوا بالكم لازم اخد بالي من الانتونيشن نبرة الكلام هاي كارلا هاو ار انت عامله ايه يا كارلا فقالت له جريت ام going اون vacation. I'm going on vacation. أنا رايحة إيه أجازة. حد يقول لي إيه ده فاكيشن دي إيه دي مش holiday. أقول لك آه ما هي فاكيشن هي holiday. حد كان بيسأل فيها. Vacation و Holiday are the same هما هم نفس الحاجة ولكن vacation is American English but holiday is British English ده الفرق يبقى vacation uh, uh, American و Holiday اللي أنا هكتبها دي Holiday دي British English تمام Holiday British English لكن uh, 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 vacation The American English والاثنين معناهم أجازة. أوكي؟ بس ده كل الموضوع. تعالوا نرجع تاني بيقول لنا فكارلا كارلا قالت جريت I'm going on vacation أنا رايحة في أجازة. وخدوا بالكم إنه مع الأجازات والأيام الأسبوع بناخد on on vacation. فبيتر قال لها Where are you going? Where are you going? Where are you going? رايحه فين؟ وده بريزنت كونتينوس بريزنت كونتينوس مضارع مستمر بيعبر عن الفيوتشر بلانز او فيوتشر ارينجمنتس خطه المستقبل. Where are you going؟ فقالت له to Madrid وطبعا هنا اجابه شويه مش يعني كان ممكن تقول له I'm going to Madrid ولكن اختصرت يعني منع للتكرار معروف ان هو السؤال او الاجابه هيكون فيها محذوف يعني I'm going to I'm going وكتب هو على طول to Madrid. I'm leaving on Friday. I'm leaving أنا مغادرة. I'm leaving on Friday. بس كده I'm leaving. The present a continuous بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن future arrangements, ترتيبات المستقبل. I'm leaving. أنا ماشي أو مغادر on Friday. وهي أيام الأسبوع بتاخد on. فبيتر قال لها: That's wonderful. That's wonderful. هذا رائع وذلك رائع. Have a nice trip. أتمنى لك رحلة لطيفة. تمام؟ وطبعا wonderful بتساوي mm. Fabulous marvelous uh, magnificent كل الحاجات دي. Wonderful fascinating. Okay. great عظيم. طيب تعال نشوف الأسئلة بتاعتنا اللي هي بتاعت سيرة الفولو اب لنا كارلا از ات ذا اوفيس كارلا فين؟ فين؟ في الاوفيس طبعا هي فولس خطأ طب she is going on a business trip هي رايحة business تريب طبعا فولس برضو خطأ هي طبعا رايحة ايه vacation She's going to Spain, right? Hispania, taban, false. She's having, she's leaving on Friday. Had غادر, on Friday, taban, true, صحيح. Now, dear friends, we've come to the end of our episode for today. Wishing you good luck and bye bye.